طيب الاهلي والالومنيوم بكره اعتقد المساله محسومه يعني. هو انت بتتكلم برضو الاهلي الماتش اللي فات بنتفرج، الاهلي عنده فرقه بره مصابين، وعنده فرقه احتياطي وفرقه بتلعب، فيعني الاهلي مش هيبقى عنده مشكله في حاجه، يعني سواء احتياطي باك رايت، احتياطي باك ليفت، الاهلي عنده مشكله بس في احتياطي، مش هقول المساك كمان، المساك عنده ياسر ابراهيم، المساك التاني بس، انت فاهم يعني انت انك تريح اتنين مش عارف، ومحمد متولي اتصاب. ما انا بقول لك انت ممكن تريح، ممكن تلعب خالد عبد الفتاح سردباك هو ياسر ابراهيم عادي جدا، محمد هاني باك رايت، كريم بس الاهلي كان محتاج سردبات، عشان سردباك فعلا، عشان كده جاب يوسف ايمن. ما هو طبيعي. انت في اصابات كتير لمحمود متولي، اصابات كتير كمان. محمود متولي بقاله فتره كبيره اصابات، صعبان عليه جدا. وهو اقل حاجه فرقه بتلعب في كل البطولات يبقى عندك 5 سردباكات، صح، وواحد من الناشئين كمان، صح، وسبعه ثمانيه نص ملعب. طبعا ده اساس يعني، اللي انت عندك ده اللي نجح في كولر في البطولات اللي انت بتخش. ايوه عنده 18 لعيب دلوقتي جاهزين. ايه الفرق بينهم وموسيماني؟ انت لو شلت يا استاذ، لو شلت الصفقات بتاعت الزمالك في شهر واحد، في مين نص ملعب الزمالك؟ في نص ملعب كان رؤى انت بتتكلم في عبد الله وناصر واحمد حمدي وكان عمرو السيسي ومحمد شحات، اربعه لعيبه. كان عمرو السيسي وكان رؤى ودونجا وعمرو السيسي مشي في يناير، راح مودرن في يناير، والثلاثه لعبوهم اسطمبه واحده. رؤى ودونجا اسطمبه واحده، يعني ما فيش صح المشكله اللي هو الاهلي اللي سانده ان عنده لعيبه في نص الملعب كلها جامده، انما انت دلوقتي عندك تنوع، عندك طيب ورغم كده الراجل ما ريحش كتير برضه، الراجل ريح الشناوي وعبد المنعم وحسين الشحات وامام بس، ما كويس. لكن لسه القايمه، واكرم لازم يريح، لسه القايمه فيها اكرم وحسين لازم يريح، فيها محسن كده كده ريحه، من الاربعه ريحه لازم، انما القايمه فيها مصطفى شوبير والزنفلي ومخلوف خلاص، كريم فؤاد موجود في القايمه، محمد هاني كده كده بقاله كام ماتش ما بيلعبش فممكن ياخد الماتش ده، رامي ربيعه بيلعب موجود في القايمه زي ما انت بتقول، بس ما فيش سيرد باك تاني فدي مشكله. ممكن يلعب خالد عبد الفتاح زي ما انت قلت، ويلعب محمد هاني يمين لان هاني بقاله كام ماتش بعيد من يوم ما اتجوز، فممكن يلعب خالد عبد الفتاح. مشكله الباك ليفت برضه، انت لو كريم ما عندكش غير كريم فؤاد، ممكن تلعب عمر كمان، ممكن تلعب عمر كمان، وعمر ان عمر غايب بقاله ماتشين. انا بكلمك بقى في ان الاهلي الوفره تدي له حلول كتير، وهم معاه في القايمه لكن ممكن ما يلعبوش، يستحمل كتير يعني، يعني هم معاه في القايمه بس ممكن ما يلعبش، يعني ممكن ما يلعبش بكريم فؤاد وما يلعبش بيه. يا ريت يا كابتن، ده في خمسه لازم يريحه، وانا بقول ان ممكن عمر كمال بكره باك ليفت يبتدي، لا اما هو ورضا سليم يبتدي وبيرسي تاوي يبتدي، خالد هيلعب سيرد باك جنب ياسر ممكن، وزي ما انت بتقول عمر في الشمال وهاني يلعب في اليمين، لان هاني بعيد بقاله كام ماتش فيجهزه. نص الملعب عندك مروان، نص الملعب عندك مروان واكرم، هو كده كده ما لعبش مروان الماتش اللي فات، اكرم لازم يريح. قفشه لعب 70 دقيقة ماتش، كريم ندفت بقاله كتير ما بيلعبش، يلعب يبتدي. اليو ديانج بيلعب اخر 10 دقايق يلعب، انا ما اعرفش اليو ديانج ما بيبتديش ليه، فممكن يبدا بيه ليه، وعنده بقى عشان هيمشي تاخده برضه انت. لا ده خلاص الموضوع خلص، ده اليو ديانج من اخر ماتش بيراميدز والله مش هيلعب تاني، هيمشي، خد بالك في السعوديه لما بياخد لعيب لازم يمشي بدري، ما خلاص نفس فكره طارق حامد لازم يمشي بدري، مشي بدري، كان ابو جبل لما كان رايح النصر هي الفكره كده. فانت ممكن نص الملعب يمين، يبقى انت ندفد. هيلعب كريم ندفد وممكن يبدا بمروان لانه مروان ما لعبش الماتش اللي فات، من الثالث قفشه الثالث بتاعه. طب الطرفين عندك طاهر ورضا سليم، رضا سليم كده كده بيلعب اخر ربع ساعه، رضا سليم وبرستاو وكهربا الثلاثه دول هيلعبوا بكره، رضا وبرستاو وكهربا عشان يجهزوا في الماتش ده، وكهربا بقاله كتير ما بيلعبش، ورضا سليم المفروض ياخد وكهربا، وسامي رايح بكره طبعا مع انه في القايمه، لا يقعد احتياطي وينزل في الاخر عندك فيرود. ده ماتش بالنسبه للاهلي تجهيز اللعيبه دي لماتش بيراميدز، انت بتقول اسامي اللعيبه دول اللي ما بيلعبوش يكسبوا اي حد. والاهلي عنده رفاهيه في ديت اللي هو عامل فرقه، خد بالك احنا بنقول الكلام ده من اول الموسم، ايوه انا بقول لك والله ده هيفيد الاهلي من اول الموسم، من سنتين احنا مع موسيماني ما كانش عنده كده، وده اللي هيفيد الاهلي، هو اللي ما كانش عامل دي، ايوه ما عملش كده، هو اللي مش عاملها، وعشان كده من سنتين بقول لك الاهلي كل اللعيبه مستويات متقاربه، ما عندوش حد عالي عن حد، هو الراجل كمان نجح انه يعمل ده، يعني مش يعني لا مدام لعيب بيقعدوا اي لعيب بصراحه. طب قبل ما اختم برضه الفلوس كتير، مين يراهني؟ ما هو جايب لعيبه، ما هو ده شطاره، لا او انت بتختار اللعيب الصح برضه، مش اي لعيب، ايوه انا قصدي الاهلي ما عندوش مشكله في الحته دي، يعني انت تجيب ما تجيبش، مش لازم تجيب 5 لعيبه، لكن لما تجيب لعيب ان شاء الله واحد ان شاء الله اتنين في الانتقالات يكونوا شخصيه اهلي وزمالك. مين يراهن انه بيراميدز هيغير في نص الملعب الماتش الجاي؟ قبل ما اختم بسرعه،
يعني الكارت وبلاتي توريه ومهند، هيقعد الكارت او بلاتي توريه ويحط حد جنب مهند بيقفل زي اراهن. انت بتقول هيلعب بالثلاثه نفس الثلاثه؟ نفس الثلاثه. تراهن؟ اراهن. هيلعب بنفس الثلاثه ولا طبعا. طب رمضان هيلعب ولا لا؟ ما اعتقدش يبدا الماتش، مش هيبدا، مش هيبتدي بس لا الثلاثه بلاتي توريه وكارتي ومهند كان نجم الماتش. قول لي مين الاسم اللي هيتحط؟ ما ممكن انا لو بوبو؟ انا لو احط بوبو ممكن محمود عبد العاطي دونجا لا لا لا, لا 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 ممكن بوبو بوبو ويلعب بوبو مكان الكارتي. هو الراجل مش من نوعه عادي خالص. تراهن؟ هراهن. طب ماشي افتكروا يا جماعه، نفتكر يوم الاثنين على العزوم اساسا اللي خلص على بيراميدز الماتش الاهلي ونص الملعب. فاقول لك ليه؟ طب اشرح لهم ليه؟ طيب نشرح ايه؟ ما لازم اخد. طب خلاص نشرح. اشرح عندك 10 ثواني. امام كان بياخد مهند ويطلع بره. ايوه الحته حتى اللي وقف امام خده وفضى بيه الملعب. ايوه طب ما كده عشان كده بقى لاني ايوه ما هو الكارت بيشيل على انهي كوره؟ على انهي كوره؟ لا بياخده على الطرف الشمال. اول اول 10 دقائق كان بياخده ناحيه الشمال فمهند يروح معاه. سلام. بلاتي توريه كان شفايق قوي. مهند الكارت مهند كان اهم لعيب في فرقه بيراميدز، هو هو ومرعي الاثنين احسن اثنين لعيبه في الفرقه. ده حقيقه ده حقيقه. انا كان بقول ايوه بس كان مهند شال نص الملعب قدام ثلاث اسود في الاهلي. ايوه كانت مشكله. ايوه اكرم ومروان وامام. ده كفايه علي امام، هو وقف الكارت مشغول عمال يتقدم وبلاتي توريه عمال يتقدم. عشان كده انت راهنت ما تجيش بقى ترجع. ماشي لا مش هرجع. ده عليك 100 عزومه اصلا برضه. ايوه اما نعوض يا اما يبقى عزومتين. ماشي موت خمسه بقى مش اثنين. انا التشكيل جاي لي. كابتن نعيد شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. كابتن عبد الجليل شكرين يا شكرين شرفتنا ونورتنا. نعم تغيب تاني الله يسترك. ايش عليك تاني؟ طيب احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله بكره ايه؟ احنا بكره اجازه، الجمعه اجازه والسبت اجازه. تستمتعوا ان شاء الله بكره بمباراه الاهلي والالومنيوم الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. احنا لحد في تمام 11 مساء بمشيئه الله. حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.